مراوة، حيث طالب هؤلاء بتغيير جذري لإدارة الفريق الحالية. تغطية في الموضوع لزميلي العريش عبد القادر ومعمر سفيان. هذا الريغروبمون اللي درناه كوم سيبورتير تاع مولوديه، حنا انا باغين واحد ما يقعدش في هذه المسيرين، حتى واحد ما يقعد. تجي نفطال مرحبا بها، كوم سيبورتير تاع مولوديه انا باغي نفطال تجي تقدم مولوديه نفطال الدوله. ما هادو كاع كيما راهم من القول للقول واحد ما يقعدش، كل عام كيما هكا، رانا في 7 سنين 8 سنين اللي كيما هكا. هذا كونتر هذا دايعاير هذا دايدابز هذا يخطونا يا سيدي. هاد المشاكل تاع المولية رانا في 10 سنين كيما هكا، كل لعب نلعبوها للطيحه، كل لعب نلعبوها للطيحه. لو ميم بروبليم، الاداره غير هي المولية اللي كتلعب على الالقاب، وكان كل فريق يخاف منها، ولات كل ايكيب تولي تخمم عليها باش تزيد تربحها. يا نمار، ما كاش غير عبد الاله وما كاش غير جباري وما التصويره تاع السليم يمسحونا. يا نمار، انصار مولية وهران، انا طالبي غير نفطر تجي، وهاد وليدي لي جو من القد لقات نوخرهم كاع. هاد المولديه كتشوف كي راهي مشاكل، وانا ضامن مسيره سلميه وراح نعدلوها ان شاء الله. ان شاء الله ندخلوا الملعب نطلبوا الموسيقيين كاع نبدلوهم، ومرحبا بنفطر.